توتر شرياني لا زيادة في الوريد الوداجي، نفحص الشرايين المحيطية والنبض ونقيس الضغط وبنجس أيضا ضربة القمة بنشوف والبؤر القلبية ومسوينا إصغاء. كارتفاع التوتر الشرياني كمعلومات بدئية يعني يحدث بنسبة 15-20% ويزداد مع تقدم العمر، وهي نسبة كبيرة بالأمراض القلبية. كثير من مرضانا بنشوف عندهم ارتفاع ضغط. للأسف 50% من مرضانا ما بيعرفوا عندهم ضغط على فترة زمنية طويلة، وأكثر من ثلثين الحالات من مرضى ارتفاع الضغط لا يعالجون بشكل صحيح للأسف أيضا، وهذا بيدل على ارتفاع ضغط لدرجات عالية، حتى ممكن نشوفه درجة ثالثة أو محند، أو ممكن كثير بنشوف المشفى يجونا ارتفاع توتر شرياني الحاحي وإسعافي، شوفوه كثير أنتوا هلا عم تاخذوا استاجات. للأسف معالجة خاطئة أحيانا بيكون بالضغط أو عدم انتظام المرضى بأدوية الضغط بشكل صحيح. طبعا هذا بالتالي راح يؤدي إلى إصابة في الأجواف القلبية، وراح يؤدي تخانة وسماكة في الجزر القلبية، وراح يسببنا في المراحل المتقدمة قصور قلب. ومعروف أنه قصور قلب يعتبر الحلقة الأخيرة لجميع الأمراض القلبية، وعلى رأسها ارتفاع الضغط. طبعا أشياء عند السود منه عند البيض لسبب مورث بالأغلب. أجهزة الضغط أنتم بتعرفوها بتشوفوها في المشافي، ممكن يكون جهاز ضغط الزئبقي هو الأفضل، جهاز ضغط الهوائي يعني بده معايرة كل سنة جهاز ضغط الهوائي. في عندنا مقياس الضغط الذاتي الجوال، هذا لما يكون مريض مثلا في عنده ارتفاع توتر شرياني وفي عنده مشكلة انه من لما بيجي على المشفى بتلاقي ضغطه على طول طالع، لما بيروح على البيت يكون ضغطه نظامي، فيكون عنده ستريس او متلازمة الرداء الابيض، فبنعطيه قياس ضغط ذاتي بيقيسه في المنزل خلال اسبوع او خلال يومين ثلاثة، بناخذ نحن القيم المتوسطية من قياس الضغط الذاتي. هذا موجود في اغلب مرضى عندهم ارتفاع ضغط ودارج كتير او الكتروني، يعني فقط جهاز بكم هوائي وكيس مطاطي، وبالإضافة إلى معيار جهاز ضغط وهو يكون رقمي بيفحص النبض أيضا، لكن للأسف يعني الثقة فيه مش زيادة. فنحن كتير بنعتمد على مقياس ميزان الضغط الهوائي أكثر، لكن هو الأفضل ميزان الضغط الزئبقي. طبعا نحن كلياتنا بنعرف كيف نقيس الضغط، ودائما نسأل طلابنا السنة الثالثة والرابعة كيف تفحص الضغط وفق آلية بروتوكولية، ما بتجي هيك تلف لك كم الضغط وتحط السماعة ويلا نمشي، لا انت اسمك طبيب لازم تعرف كيف تقيس الضغط وفق البروتوكول اللي تعلمناه كلياتنا، وشو هي الشروط اللي لازم ناخذ الضغط فيها. مقياس الضغط الآلية قدامكم يعني وكلياتكم تعرفوها، المريض لازم يكون هادئ بارك على كرسي والعضد على مستوى القلب، بنلف كم العضد بما يعادل 80 بنلف كم الضغط بما يعادل 80% من العضد فوق الحفرة المفرقية بإصبعتين، ولازم ما بيكون مشدود كثير على العضد بحيث انه يكون في عنا فراغ ما بين الكيس الهوائي او الكم والعضد مقدار إصبعتين. ايضا بنجس السباتي بنجس الشريان العضدي في الابهام وهو في الناحية الأنسية من الحفرة المرفقية، الناحية الأنسية جانب وتر العضلة ذات الرأسين بنجسه في الإبهام، وننفخ كم الضغط للحد الذي لا نسمع فيه جريان في الشريان العضدي. بلش بتنزل كم الضغط على ساعة بمقدار 1-3 مليمتر زئبقي في الثانية، أول ضربة بتسمعي هو الانقباض، لما يختفي هو الانبساط. فيك أنت مثلا بدون ما بتجس الشريان عرفت موقف بتحط السماعة أسفل كم العضد بيصير، بترفع الضغط فوق الضغط المتوقع ب 30 مليمتر زئبقي وتنزل شوي شوي. طبعاً لازم نحن لما يجينا مريض عنده ضغط لازم نقيس الضغط في الطرفين، مهيك اسماعيل إيش هي برأيك الشروط يعني للمرة الأولى؟ شاركني يا اسماعيل، مريض عنده ضغط وأنت بالإسعاف أو في العيادة لازم تسوي الشروط لقياس الضغط للمرة الأولى، شو سموه معي ولا لا؟ وينك يا محمد؟ موجود حكي. يلا اسمعي محمد، إذا جاك مريض عنده ضغط وأنت في العيادة شو لازم تأخذ في عين الاعتبار
بقياس الضغط. لكن أول شيء ما حكيت إنه لازم أول شيء يكون المريض هادي، تمام، ما يكون في عليه علامات ستريس وهيك. نعم ثاني شيء يكون يعني بعد راحة، يعني ما مباشر يكون مثلا واصل وبيبذل جهد حتى يوصل ونقيس الضغط مباشرة، تماما مستني يرتاح وبعدين نقيس الضغط. طبعا نعم أول، طالما أول قياس ما بناخذ القيمة الأولى، نعم لازم نقيس الضغط على أكثر من مرة لحتى نشخص إنه في هذا عند المريض ارتفاع ضغط. نعم فبتاخذ قياس ضغط في طرف واحد، في طرفين، علويين، لا سفليين. طرفين، حكيم أكيد أكيد طرفين. للمرة الأولى لازم ناخذ في طرفين، وأيضا ممكن تاخذ طرف علوي سفلي. طبعا ممكن. لازم في المرة الأولى كلتنا نتعلم ناخذ الضغط في الطرفين، بنقارن بيناتهم. أيضا لازم نقارن بين الطرف العلوي والطرف السفلي، أشوف أن عندك فروقات في الضغط بين الأيمن والأيسر، في عندك مشكلة في الأوعية وعلى رأسها الأبهر تحت الترقوة، في عندك مشكلة في الشريان الأبهري، في الصمام الأبهري بالتحديد، فرق الضغط في الطرف العلوي أكثر من الطرف السفلي، لازم أنتبه. في عندك إصابة عصيدية في الطرف السفلي، جريان بيكون قليل، الضغط بيكون منخفض، لازم أنتبه على الموضوع هذا. فأنا لازم أقيس الضغط في الطرفين، ما فيني أقيس الضغط في طرف واحد، ولازم أكون مهدي المريض. ممكن أحيانا متلازمة الرداء الأبيض ترفع لك الضغط الانقباضي بمقدار 27 ملم زبقي، والانبساط بمدار 17 ملم زبقي، يعني درجتين ونص بدرجه، درجتين فاصل 7 درجه فاصل 7. هذول لازم اخذهم في عين الاعتبار. اذا في عندي فروقات في الضغط، اذا كان فارق الضغط الانقباضي اكثر من 10 ملم زبقي بين الطرفين العلويين، ممكن في عندك مشكله في تحت الترقوه او تضيق فوق ابهري. فهذا لازم ننتبه. اذا كان عندي فرق في الانقباض اكثر من 20 ملم زبقي لصالح الطرف السفلي عن الطرف العلوي، فهذا عندي مشكلة في الأبهر وعلامة قصور أبهري على الأغلب، علامتها المشهورة فيها. لازم أشوف إذا كان عندي فرق في الانقباض على الانبساط، ولازم أحسب إذا كان في عندي هبوط ضغط انقباض، لازم أوقف المريض وأخلي المريض جالس. إذا كان عندي هبوط ضغط انبساطي، آسف، انقباضي، ولازم أحسب الضغط الوسطي. كل معايير هاي أخذناها نحن في السنة الرابعة لازم ننتبه لها. كتعريف وتصنيف ارتفاع الضغط حسب الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، في عندي ارتفاع توتر شرياني انقباضي وانبساطي. المثالي، يعني بقول ضغط انقباضي مثالي جيد جدا، لازم يكون أقل من 120 انقباضي وأقل من 80 للانبساطي، سوي ما بين ال 120 حتى ال 129، ما وصلنا 30، أو الانبساطي حتى ال 84، سوي لكنه عالي، يبلش يطلع لكنه سوي، يعني ما بعتبر ارتفاع ضغط حتى ال 139 للانقباضي والانبساطي حتى 89. فرط توتر شرياني درجه اولى، خلاص وصلنا بال 40، 140 لل 159، ما وصلنا 60 للانقباضي حتى ال 100 للانبساطي 99. درجه ثانيه وصلنا حتى ال 180 لكن رقم 179، والانبساطي حتى ال 109 ما وصلنا 110. فرط توتر شرياني درجه ثالثه، الانقباضي أكثر أو يساوي 180 أو الانبساطي أكثر من 110. أحيانا ممكن يكون عندك ارتفاع توتر شرياني انقباضي معزول. انقباضي معزول إذا كان الانقباضي فوق ال 140 لكن الانبساطي تحت ال 90. أحيانا يكون عندك ارتفاع توتر شرياني انبساطي معزول. يكون عندك ارتفاع توتر شرياني الانبساطي أكثر من 99 لكن الانقباضي طبيعي. هي القيم الجمعية الأوروبية، الجمعية الأمريكية نوعا ما متشددة أكثر. فتقول مثلا ارتفاع توتر شرياني درجة أولى، درجة أولى لازم يكون اقل من 139، اقل من 139 ارتفاع توتر شرياني درجه اولى لازم يكون اقل من 129، ما تفضل 130. لك انتبه، الجمعيه الاوروبيه الامريكيه شو تكون حذره اكثر. الاعراض كثيره، مو شرط انه يكون مريض عنده صداع معناته عنده ضغط. الصداع في ارتفاع التوتر شرياني لا يتجاوز 10%، فما كل واحد عنده صداع معناته عندي ضغط. طبعا انا بدي هلا عندي مريض عنده ارتفاع ضغط، ببلش بالمعالجه، مو شرط المعالجه تبلش مباشره في الادويه، لازم تغير في نمط الحياه، لازم تعرف مريضك في عنده مشاكل، ولازم تحدد نمط ارتفاع الضغط لتعرف ايش شو تعطيه.
لازم تحدد العوامل القلبية المرافقة مثل البدانة وارتفاع الشحوم والتدخين ونمط الحياة السيء وقلة الحركة، وهذا للأسف شائع كثير عندنا. أيضا عمر المريض له دور كبير في العلاج. فمريض عندك مثلا عمره 70 سنة وعنده ضغط 150، فينا ما بنعتبره ارتفاع توتر شرياني. متقدمين في الأعمار، متقدمين في الأعمار نقبل حتى ال 159، يعني ال 160 ما فينا نخاف. المريض حامل مشكلة، ومرضى الحمل لهم تدقيق كبير. سكري هو بيكون ضبط صارم، لازم يكون تحت ال 129. قصور كلية مزمن كمان أيضا تحت ال 120. وجود أذية في الأعضاء الهدف، يعني إذا كان في عندنا مشكلة قلبية عصبية، وزمة رئة، إصابة عينية، فهذا راح يوجه لك ارتفاع توتر شرياني إسعافي، ارتجاج حملي، قصور كلية حاد، كله إسعافي، فهذا لازم أنتبه عليه، لازم أخذها في عين الاعتبار. طبعا لازم أنا أسوي مجموعة من الفحوصات وعلى رأسها التخطيط والسكر وبولة وشوارد وإلى آخره. ممكن أطلب صورة الصدر، ممكن أحط قياس الضغط الجوالي إذا كان مريضنا عنده استرسات أو بتجي له نظميات وعم ترفع له الضغط فبيتخوف. ممكن أعمل إيكو قلب أشوف في عندي أعراض قصور ولا في عندي مشاكل وثخانة في الجدر، أفحص الكلية وإلى آخره. يعني بنعرف فحوصات كثيرة، لكن أنا بدي أعرج له أنواع ارتفاع. إذا صنفنا ارتفاع التوتر الشرياني في عندي تصنيفين لارتفاع التوتر الشرياني. بدي أقول ارتفاع التوتر الشرياني أساسي، دور ارتفاع توتر شرياني ثانوي. مين بيشاركني بالتعريفين؟ نعم حكيم، أنا بشارك. تفضل حبيبي. ارتفاع الضغط الشرياني، الضغط الشرياني الأساسي والثانوي. الأساسي طبعا هو بيكون بغالب الأحوال نسبة 95% هو النسبة العظمى. بأغلب الحالات يكون مجهول السبب، يعني أو هو مجهول السبب. طبعا بتتعلق فيه عدة عوامل من العمر والجنس والقصة العائلية وإلى آخره. الثانوي نسبته تقريبا 5 أو 10%، ما بذكر بس يمكن 5%. طبعا هذا بيكون فيه مشكلة، يعني مثل مثلا أسباب غدية، هي بتكون طبعا أغلب أسباب الغدية. ممكن تكون تضيق شريان كلوي وهيك، بيكون بأعمار صغيرة طبعا ما بيكون بأعمار كبيرة. كمان أعطيني ثلاث أمراض غدية بترفع الضغط. مثل الكون مثلا، هي فرط الدستيروني، كوشينج، فرط الكورتيزون، وال ايش مثل عندنا الأكروميجالي مثلا، هذا كمان بيرتفع فيه الضغط. يعني مشكور. هي التصنيفين الأساسيين اللي ذكره محمد الارتفاع الضغط. طب أنا بدي أضبط الضغط، في عندي اسمه الرقم مطلوب للضبط، الضبط الشرياني الهدف لازم أركز عليه، لازم يكون أقل من 140 للإنقباضي وأقل من 90 للإنبساطي في معظم الحالات أستثني المسنين. برضه المسنين حتى 150 للإنقباضي. لما يكون في عندي بيلة بروتينية، في عندي يعني داء كلوي، لازم يكون الضبط تحت 330. يا ريت بنركز، وانتوا اخذتوا الكلية السنة الفصل الماضي تشوفوا بالضبط، ضبط الكلوي، ضبط الضغط لمريض عنده داء كلوي مزمن لازم يكون دائما قاسي، يعني اقل من 130. وعرفنا شو الأدوية اللي كنا نستعملها. طبعا كعلاج اول شيء رح ابلج انا بالعلاج الثانوي، يعني ما راح اعطي علاج دوائي، لازم اغير نمط الحياة، أخفف كمية الملح حتى 5 جرامات في اليوم. الكحول لازم أبتعد عنه وخاصة في الدول الأوروبية. استهلاك الخضار والفواكه والألبان مخفضة الشحوم. انقاص الوزن أهم شغلة، الوصول إلى مشعر كتلة الجسم BMI لازم يكون 25 كيلوغرام على المتر المربع، محيط الخصر أقل من 102 وعند النساء أقل من 88. يوصى بالتمارين منتظمة على أقل نص ساعة في اليوم لمدة 5-7 أيام في الأسبوع. ما بعرف إذا الشباب من الأطباء عم بيطبقوها. وأيضا لازم نبعد عن التدخين. بالنسبة للأدوية عندنا كورسات كثيرة من الأدوية نحكي بقى هلأ بأدويتنا، فرح نركز شوي على الأدوية. المدرات، وعلى رأس المدرات التيازيدية هي الأساسية في ارتفاع التوتر الشرياني، مثلا إندباميد هو محبوب الأطباء معروف حتى تيازيدات. الإيس AC inhibitor A، مع رأسها كابتوبريل، رامبريل، إنابريل، إيزانوبريل،
حاصرات الاربس المستقبل فالزارتان تلميزارتان كان ديزارتان في جدول كبير راح ابعث لكم اياه، والكالسيوم شانل بلوك على راسها امبيدوبين والدلتيازين. طبعا في عندنا ادويه اخرى، في عندنا مثلا ادويه اسعافيه ايضا، في عندنا مضادات الالدوستيرون، في عندنا حاصرات الفا مثلا مثلا توكسازين، يعني في عندنا موسعات الوعائيه، كلياتها لها دور في العلاج. طبعا راح نحط الاستراتيجيات في العلاج وفق الشكل التالي. راح نصبر دقيقة. الشاشة هلا واضحة؟ بس أعطوني. فنحن دخلنا على الأسباب، هذا ارتفاع التوتر الشرياني البدئي مجهول السبب، أسبابه كثيرة. عرفنا ارتفاع التوتر الشرياني لكن التعريف الأساسي هذا هو. طبعا القلب ممكن ينظم الضغط بحد ذاته حسب النتاج القلبي والمقاومة الوعائية. تعرف معروف أنه الضغط الشرياني يساوي النتاج القلبي ضرب المقاومة الوعائية، فالنتاج القلبي معروف يساوي حجم الضربة ضرب تواتر القلب يعني النبض، وأيضا يتعلق حجم الضربة بحجم البلازما والقلوصية القلبية شوية فيزيو. كمان مستقبلات الضغط كمان لها دور كتير في ضبط الضغط، جملة الرنين أنجيوتنسين وعلى رأسها العوامل الكلوية البطيئة كمان لها دور، مستقبلات الموجود في الأبر والجيوب السباتية كيف ترفع الضغط، بسوي أسف كيف تنزل الضغط عند تنبيهها بالتنظيم السريع والآني كله فيزيو. تنبيه مستقبلات ألفا واحد وبيتا واحد يعني شيء نظري ما بيهمنا كتير، هاي جملة الرنين أنجيوتنسين 2. الأشكال الهيموديناميكية لارتفاع التوتر الشرياني تختلف حسب العمر. من الملاحظ أنه عند الشباب يكون ارتفاع التوتر الشرياني على حساب نتاج القلب، نتاج القلب بيكون عالي. عند المسنين بيكون المشكلة في المقاومة الوعائية المحيطية، كلما زادت كلما انخفضت ارتفع الضغط حسب الآلية الهيموديناميكية اللي تكون عند الكبار المتقدمين في الأعمار والشباب. في عندي تنظيم وعائي مثل البراديكين والإندوثيلين أيضا موجودة في الأوعية موجودة في الكلية، بروستوغلاندين 2 وأكسيد النتريك، هذول بيوسعوا فازو دايليشن للشريان الأفرنت على مستوى الكلية بينزلون الضغط. الإندوثيلين أيضا على مستوى الكلية ممكن يسبب تقبض وعائي عن طريق تحريض خلايا الجلوميرال أو جاكستا جلوميرال إلى دور كبير. في عندي آليات متعلقة بتليف البطانة وإنتاج المقبضات الوعائية والموسعات الوعائية كلها ما بتهمنا كثير، نحن بهمنا الشيء الأساسي وهو العلاج الدوائي والأسباب. هاي الأسباب ذكرها محمد، ممكن يكون بدئي وثانوي ورغم القواتم ما بننسى 10-10-10 كون ضخامة النيات كوشينج فرط نشاط ده تضيق أبهري كورتيزونات مانعات الحمل كثير عند النساء لازم ننتبه عليه. الأساسي بصراحة مجهول السبب، بيقول لك أحيانا تفعيل الجهاز العصبي الودي أو تفعيل جملة الرنين الرنين أنجيوتنسين 2 الرأس، يعني ممكن أغلب ما تكون بالنيتريك أوكسايد ممكن تسبب هالشيء. أحيانا تكون فرط الأنسولين والمقاومة للأنسولين، يعني كلياتها أساسيات ما بيهمنا. الاستراتيجية حكيم بس عن إذنك أنا سلايد عندي سابت من لما فتحت أول سلايد تبع الأدوية فعند الكل هيك لا بس عندي. طيب استراتيجية العلاج واضحة عند الكل. علاج الأدوية الموصى بها في علاج ارتفاع الضغط هذا السلايد المعروض. وعندي كمان نفس الشيء. أنت في سلايد قلبته إن أنت ما طلع لنا. طيب خلينا نشوف المشاركة. هلا وين عنكن هون؟ حكيم ما كانوا ما تعرفوا. حكيم أنا حضران. دايتين دايتين. طيب هلا أنا بدي أرجع أشارك. نافذة. وهي مشاركة. لا ما هو آسف.
استراتيجية العلاج. إيه حكيم واضح. يلا أنا كنت حب المشاركة القديمة ماشي. يلا عكنا استراتيجية العلاج، حكينا نظري كتير، وصينا بالراحة التامة وتجنب ارتفاع الضغط الثانوي ونعالج الأسباب إيقاف التدخين وكل حكيناه، الحمية، تناول الخضار ومشتقات الحليب، والحد الأقصى من الصوديوم لازم ما يتجاوز 5-6 جرام في اليوم. يعني هاي هي استراتيجيات ثانوية يعني الأدوية. خلينا نبلش بأدويتنا. أدوية الخط العلاج الأول هي المدرات حاصرات بيتا، إيس، أربس، كالسيوم شانل بلاك. هاي أدوية الخط الأول. إذا أن مدرات لازم نقول على رأس المدرات التيازيدية. نحن دائما مدرات العلوة بنفضلها دوما لما يكون في عندي قصور قلب. حاصرات بيتا خافضات ضغط. إيس وأربس كل واحد له استطباب خاص لازم نعرفه. هون راح نبلش بأسئلتنا يعني وكيف يجي السؤال. أدوية الخط الثاني المشاركة بين الخط الأول، نشوف هلا الفكرة شو راح نشارك. أدوية الخط الثالث حاصرات مستقبلات الألفا واحد، حالات الودي المركزي ألفا 2 أنجو أغونيست والموسعات. يعني هذا خط ثالث، خط ثاني مشاركة، خط أول خط ثاني مشاركة ما بينهما، ما بين الخط الأول، خط ثالث موسعات وحاصرات ألفا وألفا 2 أغونيست. هلا بدنا نشوف ممكن يكون عندي ضغط شرياني معند، ممكن أشارك 3-4-4-5 أصمار لأضبط الضغط وخاصة عند الشباب. في عنا قواعد لازم أحطها في بالي. طبعا القواعد هاي حسب الجمعيات، لكن احنا حاليا بالجمعية الأوروبية دائما الجمعيات تبلش بمدر، وعلى رأسي أنا قلت مدر تيازيدي، لا يوصف مدرات العروة، دائما بقول لك لا 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 تعطي لازكس، هذا خطأ طبي بنشوفه كثير. بالعادة الجمعية تبلش بدواء واحد وبترفع بالتدريج، لكن الجمعية الأمريكية بتقول لك أعطي دوايين في حبة واحدة أو حبة فيها دوايين. يمكن بدء المعالجة أيضا باستعمال مضادات الإيس أو الأربس مع حصرات الكلس، اثنيناتهم مع بعض في دواء واحد ممكن تعطيه. ممكن نضيف دواء آخر حاصر بيتا مع مدر تيازيدي، ممكن مدر بولي مع حاصر بيتا، ممكن إضافة موسع وعي كخطوة أخيرة. يعني في عندنا خيارات كثيرة في العلاج. بالعادة السود العرق الأسود بيستجيب بشكل جيد للمدرات والكالسيوم شانل بلاك، بينما حاصرات بيتا والإيس أقل استجابة. في عندنا مشكلة وراثية أو مشكلة عرقية بالتحديد. المدرات والإيس وحاصرات الكلس تفضل عند المسنين، حاصرات بيتا بنستبعدها أقل تحمل، مريضك ما بيتحمل التأثيرات الجانبية وحاصرات ألفا. حاصر الكلس مناسب في العرق الأسود المسنين. الخيار الأول ركز عند السكري هو الإيس، لكن الخيار الأول عند الربو هو حاصر كلس، ما هو أول مفضل، لكن ما فينا ندخل غيره، فينا ندخل غيره. أهم أسباب فشل المعالجة حكينا في عدم الالتزام بالدواء، وهي مشكلة خاصة لما بيجيك مريض بيقول لك صار عندي وجع رأس وصار عندي بطء قلب، أحيانا بيقول لك صار عندي عنانة وكذا وليش وقفته، حكيم ما تحملت الدواء، لازم أغير لدواء آخر أو أنتقل لخط آخر، وهي بنشوفها كتير. لا حكيم بس بالنسبه لمريض الربو مع ارتفاع الضغط بالنسبه لحصيرات بيتا مثلا بالعلاج، انه هلا في عندنا مثل حصيرات بيتا انتقائي وغير انتقائي، طيب اذا كانت انتقائي لبتحصر لها مستقبلات بيتا واحد، بتضل مضاد استطباب مطلق عند مريض الربو؟ لا مش مفضل، انا قلت مفضل وليس الاول، نعطي حاصر كلس ونعطي بيتا بالذكر. لا لما يكون في عندي حاصر بيتا مثلا، انت بتعطي حاصر بيتا مثلا راح تنزل انديرال ميتوبرولول مثلا، حاصر بيتا واحد متى اثنين ايه سوي له مشكلة، يعني بيتا اثنين قصبات شنو تخصبي نستبعده،
بس مش استطباب، مضاد استطباب يعني مطلق، لا. الأدوية اللي بتنزل الضغط راح تنزل لك نتاج القلب وتنقص لك المقاومة الوعائية أو الاثنين معا. فأنا حسب الدواء وآلية تأثيره وين، فيني أدخل دوائين كل واحد بيشتغل على نقص النتاج ونقص المقاومة الوعائية. لكن ما فيني أدخل دواء يعطيني تأثير عكس تأثير مثلا انقاص المقاومة الوعائية مع زيادة نتاج مثلا. لازم انتبه شوي. الأدوية بتنزل النتاج بيتا بلاكر كالسيوم شانل بلاك، شوفوا على رأسي الفيرابامين والدلتيازين. أطبائنا نحن دائما بنستبعد بزيد النتاج يعني بزيد ضربات القلب أكثر. مين هو حاصر الكلس اللي بيزيد الشيء هذا؟ حكيمه والنفدبين وال كمان أملو دبين عائلتهم يعني إيه؟ العائلة نعم. الأملو دبين سيئات في علاج ارتفاع التوتر شياني، وخاصة من لما يكون عنده مرضى ارتفاع التوتر قصور قلب بيجيك على طول مريضة خفقان. المدرات اللي يكون الاندباميد، مدرات التيازيدية، وعلى رأس الاندباميد هذا أول دواء نوصفه بصراحة. نحن بعد حاصرات الكلس مثل فيرابامين تكون تأثيرات القلبية أكثر من تأثيراتها الوعائية، بينما حاصرات الكلس الأخرى وعلى رأس الأملودوبين والفيلودوبين تأثيراتها على الأوعية بشكل رئيسي، وتأثيرات القلبية معدومة لكن بسبب لي خفقان. هذول بنستبعدهم. طب شو هي الأدوية اللي بتأثر على المقاومة الوعائية المحاطية تي بي آر؟ المشبهات مستقبلات الدوبامين دي اي واحد أغونيست، حاصرات الكلس النوعي للأوعية نيفيدبين، حالات الودي سيمباتيك، حاصرات الأنجوتنسين، حاصرات المستقبل، موسعات الأوعية الفيلودايليتر، المدرات، حاصرات ألفا واحد بلاكارتس، شادات ألفا اتنين أغونيست. لازم أركز عليهم. شلة كبيرة من الأدوية بتنقص المقاومة الوعائية المحيطية كثير. هلا بناخذ كل واحد نشوف شو عليه التأثير ومضادات الاستطباب. طب الأدوية اللي بتأثر على حجم البلازما تلعب دور رئيسي في ضبط حجم البلازما من خلال الإدرار المائي، وأيضا من خلال إدرار الماء الملحي، وأيضا لمضادات الأنزيم من خلال تثبيط إفراز الألدسترون الحابس للماء والصوديوم على مستوى الكلية، هي المدرات، وعلى رأسها سبيرولاكتون. بيثبط الألدسترون، بيشتغل على مستوى الأنابيب الجامعة الكوليكتك تبيول، بالتالي لا يعيد امتصاص الماء والصوديوم، فبيطرح الصوديوم، بيطرح معه مجموعة من الأملاح، والأملاح بتشد معها الماء، فبالتالي بينزل عنا الضغط. أسبيرون الأكتون، هذه الأشياء شيء. طيب نأخذ الزمرة الأولى، المدرات دايروتكس. خط أول في العلاج ما لم يكن هناك مضاد استطباب، تستعمل في ارتفاع التوتر الشرياني الناتج عن حباس الصوديوم والماء. يمكن أن تستخدم لوحدها، كما يفضل استعمالها عند المسنين مع أدوية أخرى. جرعة خفيفة من المدرات آمن ورخيص ومتوفر كثير، وحواس الوعية ما في، وحتى تأثيراته الكلوية قليلة، فعالة أكثر من حاصر بيتا عند المسنين، وتأثيره بشكل أساسي على النفرون الكلوي. آلية التأثير لازم نحفظ شوي لأنه أدوية، بدي أركز يعني على آلية التأثير والاستطبابات والجرعات. تأثيراتها انخفاض حاد في النتاج القلبي، مع المعالجة المزمنة يعود النتاج القلبي للطبيعي، وأيضا بتنقص المقاومة الوعائية المحاطية، فبالتالي تشتغل على الطرفين. لازم أعاير البوتاسيوم مع المدرات، لأنه في عندي كثير من الأدوية بتحفظ البوتاسيوم، لازم أعرفها هلأ، ولازم أراقب سكر الدم.
لأن المدرات ممكن سبب السكر، ولا سيما المدرات يزيدية. هاي بعض التوصيات. ممكن تحسس للضوء، ما شفت أنا. تبديل الوضعية ممكن المدرات سبب هو ضغط انتصابي، نشوفها. نحاول إعطاءها صباحا وما بنعطيها المساء، عشان ما تزد مريضك رايح راجع وتأخذ مع الطعام. هاي لازم أخذها. فأنت لما توصف مثلا هيدروكلوروتيازيد، سبيرونولاكتون، اندباميد، أي أدوية، لازم تعرف إيشو تأخذ في عين الاعتبار. تقول المريض خذه مع الطعام مثلا، لا تمتن مكسب الهبوط ضغط، لا راقب لي السكر، راقب لي البوتاسيوم. أهم شارد لازم راقب لي البوتاسيوم حافظة. المدرات طبعا، المدرات الحلولية الأزمتك ديوريتك بصراحة مش دارجة عنا، ما بنشوفها نحن. هي المانيتول ما طبقناها لارتفاع الضغط. نستعملها مثلا إذا كان عندي مشكلة دماغية وعائية، مثلا عندي ارتفاع التوتر حلول يعني في المستوى الدماغ، لما بيكون في عندي احتباس ماء يعني. ما يجي بالوزمة. وزمة دماغية، نعم. وزمة الدماغ كيف يأثر؟ كيف آلية عمل المانيتول على الوزمة الدماغية؟ صحيح حكيم، هو يعني حلوليته عالي جدا، فبيرفع حلولية الدم، فبيسحب السوائل الموجودة خارج الأوعية الدموية للأوعية الدموية، فبيخفف من الوزمات يعني. طيب هي خفف من الوزمات، يعني بقول لك أنا هذا مدر. مهيب، فهمت حكيم شلون؟ آلية إدرارية. طيب هو مدر حلولي حكيم، بزيد ضغط الحلولي بيساحة مكتوب علمنا عودة امتصاص الماء من المفروم بعد خروجه. طيب يمنع عودة امتصاص الماء، كيف بيودع يمنع عودة امتصاص الماء؟ شو هي الآلية؟ لأنه تركيز بزداد حلولية البول، زدنا الماء بنتقل من الوسط الان الاخفض حلوليه للاعلى حلوليه، بمنع عوده الماء للنفرون. طيب خلينا نرجع شوي، المانيتول ايش هو تركيبته حكيم؟ هو غو هذا من الغوال او هيك ممكن. سكر ايه، هو سكر نوع الفركتوز يعني سكر. هو المانيتول الكلية ما بتمتص المانيتول مطلقا، يعني ما بتسوي له ري ابزوربشن، فبتسوي له فلتريشن مباشرة تطرحه. فالمانيتول هو رايح في التبيول بيسحب معه كل الاملاح، ايش في سالتس بيسحبها، ولما بينزل مع التبيول المانيتول من ميزته انه بينزل مع كارير خاص فيه، بيربط بالطرف الاخر من الكارير الماء، بيقول له لجميع الشوارع جميع التبيولات وجميع الاملاح الشاطر من يسحب المي، فبيسحب المي. بس مين اللي بيجر الماء؟ هي الاملاح قبل الماء، لانه هو بيزيد من الضغط الحلولي، فبيسحب كل الاملاح في التبيول وبيسوي له سكريشن، فبالتالي فالمانيتول هو يعني هو يعتبر من المدرات الحلولية القابضة جدا للماء، تمسك الماء وتدره مباشرة. استخدامه عيني بصراحة، وارتفاع ضغط الدماغ أنا ما طبقته كتير، تأثيراته ما بدنا إياها، كله حكي فاضي. بهمنا المدرات التالية الحافظة للبوتاسيوم، لازم تحفظ أمليورايد حافظ البوتاسيوم، سبيرونولاكتون، تريامترين، طبعا إبرينيلون. نحن طبعا في عنا الأكثر دارجة هو سبيرونولاكتون والإبرينيلون، طبعا هذا بيجينا بالكونترات، بتجي من تركيا موجود عنا. الأميلورايد قليل بصراحة، أنا ما شفته كتير، لكن الأكثر شيوعا عنا هو سبيرونولاكتون حافظات بوتاسيوم.
طبعا هاي كلها بتشتغل وين على الانابيب الجامعه الكولكتنج تبيول على مستوى الخلايا البرنسيبال سيلز على الخلايا الرئيسيه، بالتالي بتنقص تصريف البوتاسيوم باعتبار انه تثبط مضخه صوديوم بوتاسيوم اكتيباز. ايضا تشتغل على مستوى الخلايا المقحمه الانتركاليتيت سيلز، بالتالي تنقص من افراز الهيدروجين، بالتالي راح يكون في عندنا حماض استقلابي. تشتغل على الانابيب الجامعه على مرحلتين، يعني بتثبط الصوديوم بوتاسيوم اكتيباز على مستوى البازيلاترال بوردر، يعني على مستوى الكولكتين تبيول، بالتالي بتسحب بتحفظ البوتاسيوم لكن تطرح الصوديوم، يعني لا يعني الكارير هذا بيسحب 2 صوديوم 3 صوديوم للدم وبيطرح 2 بوتاسيوم للسيلز. فانت ضبطت ووقفت امتصاص الصوديوم، طرحت الصوديوم في التبيول لكن حافظت على البوتاسيوم في الدم، رفعت البوتاسيوم. من مساوئها اللي بترفع البوتاسيوم لازم نعاير البوتاسيوم كل 6 اشهر. كمان ممكن تسوي حماض استقلابي لانه تزيد من افراز صوت الهيدروجين، تنقص افراز تنقص سكريشن للهيدروجين، يعني بالتالي ارتفع الهيدروجين في التبيول تسوي حماض استقلابي. ممكن تحسس فرط الكلور، ما بيهمنا هذا الحكي. المضادات اليازيدية، إذا مضادات قوية تستعمل كخافضات الضغط الشرياني وهي أكثر المضادات استخداما في المعالجة. لاحظتوا أنه نحن ما دخلنا لازكس الأول، دخلنا المضادات التيازيدية على رأسها هلأ، وهي الهيدروكلوروتيازيد والكلوروثاليدون والإندبامين. لاحظ اكثر شيء عندنا دارج هون عندنا موجود الهيدروكلوروتيازيد، اندباميد كمان موجود، هذا ما في عندنا كثير منه لكن 1 و3 موجودات. اذا هي العلاج الاساسي في ارتفاع التوتر الشرياني حجر الزاويه. فانا ما ذكرنا المضرات العروه، امنه تستعمل كعلاج طويل الامد، مفيده عند المسنين والسود، آلية تأثيرها تمنع النقل المترافق للصوديوم والكلور على مستوى القسم القريب من الأنبوب المعوج البعيد على مستوى الديستلت، تمنع امتصاص الصوديوم والكلور بالطبط الكارير في الديستلت كونفوليوتد تبيول، وهالكارير هذا يمتص شريط الصوديوم واحدة وكلور واحدة، بالتالي تطرح الصوديوم وتنقص الوسط السائل خارج الخلية، ينقص نتاج القلب والجريان الكلوي. لازم شوي أعرف عن الآلية رجاء. ممكن سبب هبوط ضغط انتصابي، ممكن سبب بيئة تفية أحيانا، حصيات كلوية تحفظ الكلس لأنه تأثيرات جانبية، تنقص البوتاسيوم قلاء، نقص الصوديوم أكيد، زيادة حمض البول، ترفع حمض البول، نعم، زيادة في السكر ممكن تنقص إفراز الأنسولين على مستوى البنكرياس، بتزيد شحوم الدم عادة الإندباميد، ممكن هبوط ضغط انتصابي وخاصة عند الكبار في العمر. لازم أحفظ شوية تأثيرات جانبية للثيازيديات. إذا بنقص الصوديوم بنقص البوتاسيوم، قلاء استقلابي، زيادة حمض البول، لذلك لا توصف إذا كان واحد عنده نقرس بنتبه عليها، ممكن ترفع السكر لأن تقلل إفراز الأنسولين، ممكن ترفع شحوب الدم، ممكن سيء هبوط ضغط انتصابي، أحطه في البال. تعطى فمويا وتختلف معدلات الامتصاص والاطراح من مركب لآخر. المضادات التيازيدية غير فعالة في القصور الكلوي لما تكون GFR أقل من 50 ملي في الدقيقة، نستبعدها ولهذا نعطي مضادات العروة، وتستطب في هذه الحالة مضادات العروة اللوب دياروتكس. معروف انه مضر العروه يشتغل حتى اذا كانت جي اف ار صفر، يعني طبعا جي اف ار صفر ما بيصير عندنا تحت ال 15، ما بيصير اصلا ما بتشتغل. طبعا لما يكون عندنا مرحله رابعه والجي اف ار اقل من 30 بنركز على مضرات العروه، لما يكون تحت ال 15 كلياتهم على الفاضي شغلهم، بنستعمل اعتمد على ديال. احيانا انا بعطي مثلا مضر عروه بشوف انه مضر العروه ما سوى للإدرار، ممكن اضيف مضر تيازيدي بعد مضر العروه بنص ساعه، فبصير عندي شيء اسمه تحفيز ما بينهما، فبيحفز مضر التيازيدي مضر العروه على الإدرار، فبينزل الضغط وبحسن من قصور القلب. ممكن اشاركها مع الادويه الاخرى، ممكن مع
المشاركة مفيدة أيضا مع حاصرات بيتا والإيس والأربس. ممكن أنا أعطي مدور حافظ للبوتاسيوم مدور طارح للبوتاسيوم كمدور تيازيدي وسكون الإلكترون، ممكن أعطيهم مع بعض، يجوز يعني. هاي الآلية اللي بيشتغلوا عليها في الدستر كونفوليوتد تبيول بتوضحها. لاحظنا مدورات العروة أجت بعدين، لايزيكس اسم العالم المشهور، الناختو نحن الأكثر شيء دارج عنه هذا اللايزيكس، البوميتانيد يعني كمان موجود، البريتانيد ما بعرف عنه شيء، حمضل إرث كاني كرينيك يعني كمان أدوية جديدة ما بنشوف نحن. طبعا هي بتشتغل على مستوى تثبيط الناقل للصدم والكلور والبوتاسيوم على مستوى الثيك أسندنج من عروة هالي على الجزء الصاعد، فمعروف في عندي كارير رباعي بيساوي ري أبزوربشن لشاردة صوديوم واحدة وشاردة بوتاسيوم واحدة واثنين كلور. وهش كارير هذه طبطته أنت، بالتالي حتطبط الامتصاص، بالتالي أنت رح تطرح الصوديوم وتطرح الكلور وتطرح البوتاسيوم، رح يصير عندك نقص صوديوم كلور بوتاسيوم، فبينقص الضغط والصوديوم بيسحب معه الماء فبصير عندي إدرار. طبعا كمان الكارير هذا اذا كان مثبط الكارير في عندي متلازمه شهيره بهالكارير هذا اخذته بالكليه عاد يذكرني فيه متلازمه بارتر نعم متلازمه بارتر متلازمه طبعا نادره موجودة في ناتج عن تثبيط الكارير الرباعي الموجود في التيك أسيندنج من عروة هالي، بالتالي راح يصير عنده يعني تثبيط لهالناقل هذا، فيصير عندي مجموعة من فقدان الشوارد وعلى رأسها الصوديوم والكلور والمغنيسيوم والكالسيوم، ارتفع الهيدروجين، مشكلة مشاكل كبيرة مشاكل كبيرة بصير عليه. الاستخدامات الرئيسية في قصور القلب، يعني الفيرست كلاس إلى قصور القلب وزمة الرئة، لكن ارتفاع التوتر الشرياني ما بتاخد تصنيف إلها أول، لا. تأثيرات الجانبية نقص بوتاسيوم، قلاء استقلابي، نقص ماغنيسيوم، فرط حمض البول، نقص كالسيوم، ملاحظين انه كثيره من نقص. والسميه السمعيه لما تكون خاصه على مستوى حمض الإيرثانيك ثراكنيك اكثر من اللايزكس يعني جرعات العاليه، لازم ننتبه اذا ضفناها مع الدايجوكسين كلاهما ينقص البوتاسيوم، ممكن يزيد الاذيه السمعيه ايضا، يعني بحفظي منه شوي ما راح اركز عليه كثير. هاي آلية تاثيرها على الثيك أسندنج من عروة هالي. أدوية تحفظ البوتاسيوم إنها هي سبيراكتونترياملين، حكينا عنها هون سلايد داخل. تستخدم هذه الأدوية الحافظة للبوتاسيوم في حالة فرط الألدسترونية وعلى رأسها داء كون، ممكن أشاركها مع المدرات الطارحة للبوتاسيوم مثل لايزيكس. قد تستعمل كمضاد للأندروجين الشعرانية عند النساء، هاي بالغدية بنشوفها في قصور القلب الاحتقاني، لما يكون في عندي قصور قلب مع قلوسية متدنية فنحن بنحط مضاد الدستروني سبيرولاكتون على رأسها، يعني يكون الإيف متدنية وخاصة تحت 35، يعني علاج أساسي لقصور القلب. حافظة ترفع البوتاسيوم، سوي لي حماض، ممكن علامة كتير مثل تدرج جانبية شائعة للتتدي خاصة عند الذكور، فكتير مرضانا نعطيهم مثلا الدكتون بيقول لك حكيم في عندي ألم بمستوى الثدي، ففي عنده تتدي وألم أيضا فرط يعني تأثير مضاد الأندروجين لأنه عند الذكور. طبعا هذا الدواء كل دواء آلية عمله وش بيشتغل على الشوارد كلياته وش نوع الحماض والقلال بيشتغل على المسالي، جدول كبير يعني ركز عليه شوي، صورة بتوضح تأثير كل مدر على أي جزء من التبيول. بصراحة الصورة كتير هامة، ومين بيشتغل مثلا على التيك أسندنج، مين بيشتغل على الديستال، أي
مين بيشتغل كوليكتينج كثير جدول يعني أطباء الكلية بيحطوا دامون على طول. هاي المدرات طبعا أنا راح أحكي بس لحاصرات بيتا ولأن محاضرة طويلة 110 سلايدات وراح أنهي المحاضرة ما راح نعطي كتير يعني بصراحة. في أي سؤال حاليا بس على المدرات بشكل عام؟ اسماعيل في عندك سؤال اسماعيل؟ لا لا حكيم الله يعطيك العافية أخذناهم في الكلية و هي مراجعة تعتبر مراجعة نعم. يعني حاصرات بيتا طبعا حاصرات بيتا بيتا بلاكر تختلف حسب الفعالية الداخلية المقلدة للودي والتأثيرات العصبية وحسب الحرائق الدوائية. ينصح باستخدامها كخط أول إذا كان في عندي قصور قلب. أيضا ينصح استخدامها كخط أول إذا كان في عندي متلازمة كليلية حادة. وأنا حكيت بالسنة الرابعة أن قصور القلب كان بيتخوف حاصر بيتا أنه كيف تعطي حاصر بيتا لعضلة قلبية ضعيفة وحاصر بيتا يعني أقل لك النتاج قل لك الهارت يعني ريت فهذا راح يخوفك بقلل النتاج. لكن لاحظوا تكون أنه حاصر بيتا حتى بعد 1980 لاحظوا أنه إضافة حاصرات بيتا لها دور كبير في المحافظة على هيمودينامكية القلب على الشكل الفيزيولوجي للقلب على تشريح العضلة القلبية. لذلك أوصف كخط علاجي أول لمرضى قصور القلب خاصة لما يكون عنده ارتفاع ضغط فعالة لكن في مضادات استطبابات لازم نحفظها. وين بتأثر لازم أركز عليه في القلب تنقص الريت بتزيد القدرة الانقباضية كونترسيلتي وحاجة القلب للأكسجين وبالنهاية فتنقص من نتاج القلب. في الكلية تم تحرر رينين نعرف الرينين إذا تحرر حرر لك الأنجوتنسين أنجوتنسين أثر على الكبد حول الطليعة للأنجوتنسين أنجوتنسين تحول لأنجوتنسين عن طريق الأنزيم المحول لأنجوتنسين الذي يفرز من الرئة بالتالي راح يسوي لك تقبيض بالتالي راح يسوي لك يعني كونتراكشن لمين بيقبض الأنجوتنسين أي شريين صادر أم وارد أفيرنت ولا إيفيرنت حكيم الأنجيوتنسين بيقبض الصادر أكثر من الوارد يقبض الصادر أكثر من الوارد يقبض الأفيرنت عنده حدا عنده رأي آخر انه حكيم هي جملة رين أنجيوتنسين بتتفعل لما بيقل الرشح المعدل التدفق الكلوي او رشح الكبدي اذا انا قلت معدل الرشح الكبدي معناته لازم اوسع الافرنت وقبض الافرنت هو النقطة انه كيف انه بيتم تقبيض الصادر ولكن بنسبة اكبر من الوارد يعني هو تاثيره على الوارد اخف خفيف نوعا ما لكن على الصادر تاثيره اكبر فهو مقبض للإي فيرنت للصادر نعم ما بيأثر على الأفيرنت أنجوتنسين 2 بيشتغل على 2 ألا وهو 2 عنا مين إي فيرنت يعني الصادر بيقبض الصادر بيرفع الضغط بيرفع الضغط ضمن الجلوميرال بالتالي بيزيد معدل الرشح الكبدي بيرتفع الضغط يعيد امتصاص الصوديوم بيرتفع الضغط العام فأنا لازم أثبط هالجملة هي أثبط الأنجوتنسين 2 ما أثبط الرينين أثبط الأنزيم لكن أنا إذا بدي أوسع الأفيرنت وسع الوارد ما بيأثر الأنجوتنسين 2 على الأفيرنت على الوارد بيأثر على الإيفيرنت الصادر يعني فاللي بيوسع في فازو دايليشن للأفيرنت هو البروستاجلاندين والنيتريك أكسايد أما الأنجوتنسين 2 بيشتغل على الإيفيرنت بيقبض الإيفيرنت فأنا لازم أنهيها ببيتا بلاكر. في عنا غير انتقائي نون سيلكتيف بيتا 1 وبيتا 2 طبعا بيتا 2 راح يكون عندها تأثيرات صحيح أنها بتقبض الأوعية لكن في عندها تأثيرات قصبية فتعتبر مضاد استطباب مطلق
تشنج عصبي ومرضى الربو والسي او بي دي. هبوط في سكر الدم ليش كمان فيزيولوجيا بسبب عكس تاثير بيتا 2 على يثبط من تحليل الجلايكوجين بفرز من الكبد الذي معروفه انه معروف الجلايكوجين هو مصدر الكربوهيدرات. طبعا جزء انا بتحفز على مضاد الصباب مطلق. طيب حاصر بيتا الانتقائي حاصل تؤثر على مستقبل بيتا 1 ممكن استعماله بحذر. تأثيرات متعلقة بالجرعات تسبب الجرعات العالية حاصر بيتا 1 بجرعات العالية ممكن تحصل بيتا 2. حاصرات بيتا 1 التينيلول ميتوبرولول. خلينا نشوف هون بيتا 1 التينيلول ميتوبرولول سكتيرول أسيبيتولول أزمولول. بيتا غير الانتقائية بروبرنالول بيندولول نادولول. طبعا هذا مش موجود عندنا. سكتريل موجود عندنا. أزمولول ما شفته أنا. هذول الموجودات. بينما حاصر ألفا وبيتا الأشياء معروف عنها كارفيدولول موجود. لازم أعرف كل بيتا خاصة الشائع أتينيلول ميتوبرولول وبروبرونالول ونادولول وكارفيدولول. هذول اللي حددت عليهم أسهم لازم أعرفهم بالدقة. فرجاء بتركز عليه. يجب استعمال حاصرات بيتا عموما بحذر عند مرض قصور القلب الحاد. ما بيصير هلا بدنا نشوف. حاصر بيتا اكثر فعاله عند المرضى البيض والشباب. بالفعل ببيض الوش بالمقارنه مع المسنين والسود. هلا في عندنا كثير مرضى شباب بيشوفوا الشباب لما بيجوا لعندي العياده بيتا بلاكر بيتا بلاكر بيتا بلاكر بيزولول بيزوكور كل ما حتى بيسالوني ايش كله بيتا خاصة لما بيكون عمارش يعني شباب لكن سيء تأثيراته الجانبية المعروفة لكن بيض الوش بينزل الضغط على السريع. قصور القلب الاحتقاني والمزمن والربو والسي او بي دي يعني نبعد عنه. مفيدة لما يكون في عندي اضطراب نظم زبي تي يعني بيت يعني راح تقلل الريت. قصور قلب مزمن ركز مزمن احتشاء خناق صدر حتى الصداع النصفي أكثر حاصر بيتا يستعمل في الصداع النصفي الشقيق الميجرين. شو هو؟ بروبرنالول. بروبرنالول نعم أندرال تماما. تأثيرات غير مرغوبة بها عجز جنسي عنانة بطء قلب تعب عدم تحمل هبوط ضغط ونقص ال LD HDL C يعني نقص ال defense الكوليسترول يعني كوليسترول جيد. لازم أنتبه عليه. الوقف المفاجئ لبيتا بلاكر يؤدي ممكن حضور خناق صدر أو احتشاء قلبي أو حتى موت مفاجئ. حدا بيقول لي ليش؟ يلا شاركوني. طبعا لما بيكون في عنا مرضى ما بياخدوا حاصر بيتا ما بصير يوقفهم بشكل مفاجئ. آلية عكسية بصير عنا خاصة لما يكون في عنا مريض عمليات. فحاصر بيتا لازم ما توقفه بشكل مفاجئ. طيب مضادات الاستطباب ربو بطو قلب فرط الحساسية السكري والسي او بي دي. خلينا نشوف الموقع والتأثير. حاصر ألفا برازوسين وحاصر بيتا مثل الأتينيلول على العضلة القلبية بيزيد من تأثير من التواتر العضلة القلبية بينما حاصر بيتا بينقص النقل القلبي ما بيأثر. هذا بينقص من النقل القلبي. أوعية دموية موسع وعائي حاصر ألفا هون بالعكس مقبض وعائي لازم انتبه لها. عضلات الملساء برخي
هو بيقلص على المثانة، ينبه المثانة بهون يثبط المثانة. أدوية الخط الأول صفت عنا المدرات، حاصر بيتا إيس حاصر كيلس. خط الثاني المشاركة في الخط هذا، الخط الثالث هذا، هذا رجعنا المدرات ونزلونا إياها صبايا بخط ثاني. على كل حاصر بيتا استعمالات السريرية، تأثيرات الجانبية، جدول كتير هام، مضادات الاستطباب، يا ريت نركز عليه، راح نجيب لكم منه وش هو كل حاصر بيتا. ماشي، طبعا أنا وصلت لنص المحاضرة سلايد 50. محاضرتنا سهلة طبعا ومكررة كتير ومش صعبة، يعني حتى عليكم مش صعبة. أرجو الطلاب السنة الرابعة شوي هيك أسجل المحاضرة، اللي عنده المحاضرة راح أعطيهم الضغط من جديد. طبعا لا تخوفوا من المداواه السريرية، نتفق أنا وحاج محمد على نمط الأسئلة ونوع الأسئلة، ومعروف المداواه هي مبدأ، وإن شاء الله هيك كلاتنا ناخذ فيها علامة كويسة. يعني كم اسمه مداواة، يعني نجيب أدوية، حالة مرضية، دواء المفضل، دواء المفضل، نعطيك حالة مرضية، في مضاد استطباب للدواء، حط لك مجموعة أدوية، في لي واحد مثلا، ممكن أحط لك أدوية بتحبس الصوديوم، تطرح الصوديوم، ممكن يعني هالشي هذا، ما راح أقول لك يعطيني جرعة فلان وأعطيني جرعة علان، لا، هذا بعدين في أثناء المعالجة. لكن ممكن مثلا أعطيك، هلا لسه ما خلصنا الضغط، ممكن أعطيك مريض عنده ارتفاع توتر شرياني نمط ثاني مثلا درجة ثالثة، مثلا أنت فيك تضيف دوايين، دواء واحد كذا، فيك تشارك مشاركاتك تعتبر فعالة وإيجابية، بس أنا راح أشارك لك بين دوايين هو يعتبر كونتراديكيشن، يعني مضاد استطباب، فأنت لازم تعرف هالشيء هذا. يعني هنا كم سؤال وعدد الأسئلة، يعني 15 سؤال أتوقع، وكلكم تجاوب عليها. في سياق المحاضرة دائما أنا بقول ركزوا هون، انتبهوا على الكلام هذا وبس. طبعا أتمنى لكم التوفيق يا شباب، وإن شاء الله في سنة جميلة. أي سؤال؟ أنا جاهز. حكيم، فينا في أدوية بالسوق مثل ما عم تقول، مثل التريبلاند في حاصر بيتا وحاصر كيلس في زيدي، وفي العيارات خفيفة 2.5 5، بصير نبلش فيه مباشرة هذا ولا ما بصير؟ يعني بالضغط، يعني بعيار خفيف. هلا دائما رح ناخذ في نهاية المحاضرة كيف نعالج نحن مريض الضغط، فبنعطي نحن الأدوية في العموم، لكن إذا أعطيك العلاج حسب الجمعية الأوروبية، يقول لك مثلا إذا كان مريض عنده ضغط في مثلا ارتفاع توتر شرياني درجة أولى، شو الخيارات العلاجية؟ 1 2 3. إذا كان درجة ثانية، الخيارات المفضلة 1 2 3. إذا كان درجة ثالثة 1 2 3. فدائما نحن بيكون في عنا ارتفاع ضغط مثلا درجة ثانية، يفضل إنه يكون دواء بجرعة عالية، والأفضل منها من هالشيء يفضل يكون دوايين بحبة واحدة، يفضل نسوي مشاركة دائما، دائما عمول مشاركة. أما إمتى بنعطي بسم بالدواء بجرعة؟ رح أعطيكم أنا آخر شيء جدول كل الأدوية وجرعاتها. أما أنت نعطي دواء في جرعة منخفضة 2.5 ونرفعها، مثلا أنت عم تحكي مثلا حاصرات الإيس مثلا، تقول 2.5 وعم برفعها، قصور قلب ما ضغط. أتوقع لازم فكرة وصلت. إيه تمام. إن شاء الله خير يا ربي. على كل أي سؤال آخر؟ الله أكبر. بالنسبة للأنجيوتنسين 2 أنه ما بيأثر على الشرايين الواري، في حالات مثلا انخفاض حجم الدم تحتاج الكلية أنه تحافظ على الضغط داخل الكوبينة، فبتحتاج أنه تقبل الشرايين هذا. أنا عندي معلومة أنه تدخل بس تحتاج تقبض، قبض الشرايين الوارد مشان تحافظ على الضغط داخل الكوبيبة، مشان يضل الرشح الكوبي شغال. طيب أعطيني الآلية إذا ممكن.
انه الانجيوتنسين مثل ما ذكر زميلنا قبل شوي انه الانجيوتنسين بيأثر على الافرنت والافرنت، بس تأثيره على الافرنت اشد من الافرنت مشان يضل الضغط داخل الكبيبة بالحدود المقبولة في حالات نقص الحجم الشديد. طيب اذا صار عندي نقص حجم شديد وعندك انخفض التوتر الشرياني، انت لازم تزيد من الفلو للكبيبة، ما هيك للجلوميرال؟ طيب انا اذا تزيد الفلو لازم اوسع الافرنت؟ حكيم بدي زيد الضغط، زيد الضغط داخل الكبيبة. انا كيف بدي زيد الضغط داخل الكبيبة؟ ازيد من فلو الدم للكبيبة، لازم ازيد. ولكن انا ما عندي فلو مناسب، ما عندي حجم مناسب، فالكلية بتلجأ لتقبيض الشرايين. قصدك بالآلية الذاتية في الكلية؟ الذاتية للكلية. طيب هاي لما بيكون في عندي انخفاض توتر شرياني يكون تحت 90-220 قصدك، او وضع الضغط ما بين 90-220 اذا خفض تحت 90. طبعا هون في عندنا مجموعه من السيستم، عندك سيستمين بيشتغلوا على الموضوع هذا. لما بيكون عندي انخفاض، اذا كانت الضغط الشرياني بين 90-220 الجي اف ار بيقعد ثابت، بيقعد ثابت. لكن اذا كان عندي مثلا نقص الحجم، صار عندي الضغط تحت 90، في عندي شيء اسمه، يعني في عندي شيء اسمه تنبيه ذاتي او اليه ذاتيه، يعني انترستيك بيقولوا لها سيستم، انه او عضلات الكليه عن غير كل العضلات في اليه التقبض الوعائي، يعني في اليه تقبض، هي بتتقبض فتحافظ على ضغط عالي ضمن الكبيبه. لكن التقبض هذا بالانجيوتنسين، انا هون بدي اسال، هي اليه ميكانيكيه ذاتيه في الكليه؟ هو هاي اللي انا نفهمه منك حكيم، انه الانجيوتنسين نحن عم معلومه انه هو بيتدخل في هالكليه. انا والله عندي المعلومه بالفيزيولوجيا، انا بعطيها بالفيزيولوجيا، وانا شرحتها كمان السنه الثانيه، في عندي اليتين لما بينزل الجي اف ار تحت 90، الاليه الذاتيه في الكليه انه اوعيه الكليه من دون كل اوعيه العضلات، الاعضاء اسف، اي اورجان، لها خاصيه تقبض ذاتي، فهي بتتقبض فترفع الضغط ضمن الكبيبه. واحد في عندي الاليه الثانيه، في عندنا شيء اسمه الماكولادنس، البقعه الكثيفه الموجوده في الديستال كونفوليوتد تبيول، البقعه الكثيفه بتساوي يعني مثل هيك كوع للخلايا جانب الكبيبه، الا فرزي للرينين، تفرز الرينين انجيوتنسيس سيستم كله، فبيقبض ايضا الافرنت، اذا قبضنا الافرنت رفعنا الضغط ضمن الكبيبه. لكن اذا كان الانجيوتنسين 2 بياثر على الافرنت ولو انه بنسبه قليله، بصراحه انا مش متاكد منه، بتاكد من المعلومه وبرجع بخبركم عليها. ما شاء الله، يعطيك العافيه. الله يحفظك يا ربي، تسلم. ما شاء الله خيرا ان شاء الله، بتمنى لكم التوفيق يا شباب. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه حكيم حبيبنا يا رسول الله.